نقول بسم الله. بسم الله. أمي 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 وشي بارك الله أمي فوقالية هذا العرق قطبان. ها عرق قطبان ما تقوليش هذا اللحم ديال البقرة ديال البقرة حق الوزيعة اللي درتو هاك كيس الجبن السلمون السلمون بسم الله والكالامار سنة الزبدة بيدي السلمون والكالامار خيبري محنتي راسك فينا هو الاخر خيبري جيبيه لي ولي ما واش ما عنديش خير خيبري هنا ولي فاش كي ديال البركه تجي مزيان ويلي ويلي ديال التسويقه ديال المغرب نعناع الشيله نعناع الشيله شم شم عمر لينا بيه وكبريه الله هذا الدجاج هذا الدجاج ويلي 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 شحال من دجاج جايبه جوج ومالك واش نديروهم اختي العشاء الغدا مالا موش لا خليها نبدا ها هو هذا قصبر الزينات وها شتي قصبر معطيشة تبارك الله التسويقة اليوم شنو بعد الاثنين التسويقة ديال الاثنين الرمان تبارك الله الرمان مصدقش لي شريت واحد الرمان عرفتي حار بزاف هاد العام مكيشرب جبت المونغ جبت التشين المندارين والتشين والحامض الحامض تاهو البصلة الحمراء ويلي ويلي دف 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 قلت البصلة الحمراء مع التومة ما زدتي فيه والله شنو البصلة جيبها لك عباد الله كاين عندك البصلة هنا حمراء لا ما عندي يوسفتي واش عندي نتقداها ولكن الكولي فلور المعدنوس راه هو تتقطعي هذا سميتو الربويو ما عرفتش نقولو بالعربي دا ليشو ليشو القرعه ها القرعه الاخرى جايه ناويه على كسكسو ها لا ها ها سميتو خين خينيبري اش يقولوا سكينجبير 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 الطري ها لابو لابوكا ها هي محنتي راسك بزاف واش محنت راسك واش كيضرب لك الطال لا شوف تساعدي بنتي فرحي فرحي تساعدي امي امشي وساعدي وساعدي وفرحي هضروا القضبان كي تيجيو تيذوبوا واش مقطعه القضبان مقطعه مصوبه خاصك دير مع البصل وترقديهم ايوا هادو نديروهم غد نتغداو بيهم ولا ولا نديروها اليوم ناكلو اللحم في الليل عندنا حنان حتى ناكل اي حاجه في الليل صراحه متضرني ايوا خصك دابا ديري ديرها طيبات شرمنيهم وخليهم الا بقاو مشرمنين كديرهم في الفريكو كيبقاو عندنا الدجاج مرقد عاوتاني نقليه وداك الدجاج لا قلي هذاك الدجاج صافي تشوفوا ايوا طاجين جيبي الطاجين حق الصبر تاعو راه غنجيبو بس هاك ستي هاي لا امي يمشي والله يخليك صحيحتك امي يمشي يخليك ليا يا ربي يطول لك في عمرك يا ربي وجميع الامهات جميع الامهات صراحه ما كاينش بحال امي ما انتما راه نفعتني دابا انايا مع الدهار وداك الشيء ما قد صراحه لا نتقدر حتى حاجه يا اختي شحال زوين راه ما شفتوش اوه شحال زوين حليله صور شوفي يا اختي ضبيه 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 ويتك غزال وجه تاعك هذا ديالي ويتك شحال غزال واخا ندهنوا على زويتان مازال ما طيبش باقي ما طيبش باقي جديد عرفتي راه ستيت وراه شوف راه قدو قد ايدي انا جوج ايدين ديالي تبارك الله امي انتي على التسويقه درتي لي صراحه ديال القلب الله يخليك لي امي الحوت الحوت دابا ديري في الحوت في الكونجيلاتور و في الكونجيلاتور عادي على عامر على الله واش يكفي هادشي ولا لا السلامون الدجاج هذا خلي الدجاج عف كيسميتو تنغطو نديرو اللحم الدجاج لا الدجاج ما يكفيش خلي تطلق هذا خلي عاد تطلق فهمتي الخبز كاين الخبز نتعشى هاي الخبز باش نتعشى ايوا داك حيدي ها ودي ديري في بلاستيك علاش كتخليه بحال هكا نو عادي هاد الورقه اللي كنتي جبتي كي شحال انا ما عرفتش غادي ندير بها صراحه خليت الغدا ندير بها البريوات
وعاود عاد دير البريوات وطيبيه وكول. عندي الشعريه الصينيه، عندي كل شيء، صافي دابا نديرو بها البريوات. عندي الشامبينيون، الفلفله، البنات. دابا نوريكم انا صراحه كنقطع هادشي كامل كنخليه في الكونجيلاتور غير كنجبد. وهنايا عندي الشامبينيون تاهما متلجين، هنا عندي الفلفله مشويه تا هي ودايره بحال هكا تتجي زوينه في الطويجين، تلوحيها تا هي مشويه مقاده مصايبه وصافي. هنا عندي الربيع، القزبر، هادشي تنديرو، ندير لكم شي فيديو صراحه كنقطع كلشي كونجيلي غير جبد وطيب وصافي. هادشي اللي كاين صراحه. شو الخبز الحاله اللي دار ليا، هادشي خصني نقيه صراحه. انا الكونجيلاتور كندير ليه تنقيه وحده في العام هي في الصيف، اما مع الخبز مع كنحطو بلا بلاستيك اي حاجه كيبقى يدردر ليا. هو اذا كتغطل فيا غدير ليا السفه، غدير ليا الدجاج محمر تبارك الله عليها. مهمتي ما حنتها معايا صراحه وصافي. احنا شقه شقه شقه، نوريكم الدجاج حاجه كما العاده، الحامض والملح وعاد هادو هما التوابل اللي غدير فيه، الربيع، الاقامه. المهم هي دير وانا غنقول لكم السيره كتخشي في هذوك الدجاجات. بسم الله. انت اختي الطباخ ديال فاطمه. هانتوما هذا سكينجبير الربيع، سكينجبير الطري، سكينجبير الطري. وين نخدمو بيدينا؟ ما كنعرفو نخدمو بفرشيطات، وما كاينش بحال ليدينا. ايدي تجي فيها البنة. قلت لكم مي، عمري ما قلت لكم مي، اول مره تنقول لكم مي. علاش قلت لكم مي؟ وتفكرتي امك مسكينه الله يرحمها. الله يرحمها. الحامض مصير وعاده. غديري فيه هريسه ياك؟ طبيعي الحال. الطريقه ديال الوالده شابه، عاشق ديال الهريسه، عاشق ونص. غير شويه ماشي عاشق ونص. غندير فرقو بلدي. ولكن نقول لكم ان الدجاج ديال الوالده صراحه كنديرو كنحاول نديرو بطريقتها، ما كيخرج ليا لذيذ، ولكن صراحه ديالها سبحان الله. الواحد درنا عرق خصنا نديرو الاخر. جوج معلقه، معلقه كبيره. ها جوج بويس كينجبير. الخرقوم هذه، هذه هي الملحه. بسم الله. زعفران، سمينة حارة. منو سمينة كاينة حرورية ما حارج بزاف، مي سامارش. شنو اخر؟ زعفران. زعفران نزيدك هو كيطلق ديك السفورية ديالي، شوية الملحة. حمقنا انا زعفرانه صراحه كنجيبها بالمغرب مليحه. انا هاد الصروصه ما كنديرهاش، ما عرفتش كيفاش سميتو ديالها، كتملح شويه قل من الاخرى ولكن بينو بين. هذا باش ما نسخوش. اش كتحطي في الثلاجه؟ ليش غادي نحطه يعني؟ خليه بلا الثلاجه، السمينه الحاره كاملة الثلاجه كتبخ. ما دابا ما كاين لا صيف لا والو، ما حرش بزاف. هو داكشي هو داك مزيون. زوين. انا ما كيعجبنيش من السمن اصلا. الوغ هاد الزبده هي بلديه وبحال الحراره شويه ماشي بزاف. نجيب لك عاشق صافي بلاش. زويته؟ لا كريمه. دابا خصك ديري غير الكريم. لا كريم دي لا كريم، كريم هي
اجي اختي تي البرزطاري كلتي هنا شويش الماء اسم زيد الماء شويه هادي تي اوكي الماء وماما قالت لك غادي دير شونيه الشونيه تجي زوينه احسن من البزار قالت لك باش ما تكحلش ليها المرقه ديالها داكش هذيك القرقله وسيبيسا داكش شي وعطيني شويه وتسني نمشي نجيبها شويه معايا شويه وتسني ما دريت حاجه تنسجل ما درتي حاجه صافي دابا الريسيطه ديالك غادي نحفظها ياك اختي كيف ديك اللعيبه نعاد عليك في التليفون تقول لي لا كذا وكذا دابا صافي ها انتوما شهدوا هيا قعقله بسيبيسه ملي جيتي من المغرب اه ما كنحطهمش مع التوابل باسكو ما كان لا ماشي قرعه تاع الجاج باش يبقاو محتفظين انتي ديري شقرعه تاع الجاج باش يبقاو محتفظين ما ساليتش ليهم صراحه ديري شقرعه ندير لهم هذا الشيء شي هكا شي معلقه بحال هكا صافي بعدا قلو بسيبيسه كاينين موجودين طيبه ريحتهم طيبه بزاف زوينين هادو زوينين هادو حسن من ديولي ها نانت جيتو من عند الشلحنيت لي كتسخرفو معاه من عند الشلحنيت اختي حياتي للشلح وانا اختي معطانيش انا داكشي مزيان ها صح آه. وانت سمع غدرني هاد الغدار ها ايوا ريحتهم فريسكا يا اختي بحال بحال مطحوني ولي دابا اه الله صراحه ما كاينش بحال ما كاينش بحال دابا غنبداو نعمرو في هادشي نعمر انا راه هادشي كله غاسلين من الجناب ما وريتكمش البنات بيرو ماما ماما كتغسل الدجاج بواحد الطريقه كتحيد ليه حتى واحد 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 الريوق كيكونوا بين الجلده وبين اللحم ياك ماما من هذا الفخذ هذا كيكون هنا واحد الجلده في هذا الفخذ هذا هو لاصقه مزيان هذيك تكون حتى هاد شو الجلده كتلعبي بها لعب الجلده خاصك كلها تغسليها من الداخل كلها بالملح والحامض الملح في يديكم والحامض الحامض حتى تيجي طري ها تنقيه شتي ومن هنا كديري ليه بحال هكا تبركي ليها بصبعك بحال هكا وكتدخلي بحال هكا في الصدر حيت الصدر حتى هو كيبغي ها نشوفي خطيره جدا هذا نديرو ليه من هنا حتى ما قاومتيش هذا هذا حتى هو ما درتيليش هاد الشيء هادي حيدناها كلشي من الحاجه الوحيده اللي ما كنديرش بحالك هي الليغات كنديرهم اختي انا بلا ليغات اختي مشي صافي انت دابا راه اما دي كاسا كيفاش يقولوا اما كا دي كاسا بالعربيه صافي هذيك شي حاجه تاع البيت ام البيت ام البيت ام البيت ولا يعني ما لا خروج لا خدمه في الزنقه لا حتى شي حاجه المراقي الا واخا كنت في الخدمه كلشي تيديروا الكوانطيز محنيه بالخرطوم ويلي هنايا صبحوا يضحكوا عليا الخدمه والله الا الخدمه عرفتي كنت كنمشي الى شنقول لك هي الصراحه ما كاينش بحال الادانات انا لو حق الله كنت تفقات ملي كندير الليكات ولكن راه الغد لي راك عارف اش غنقول لك واحد الحاجه اخرى اللي ما كيعرفوهاش الناس بزاف اكثر ديال الناس ما كيعرفوهاش هي ملي كتديري الدجاج هرسيه من هنا ها بحال طرطقيه وما كيتفكش لك الدجاج ما كتحلش الدجاجه فهمتي اها طرطقي الضلوع اه طرطقي الضلوع شتي دابا هو مشرمن من كل جهه شتي من كل جهه مشرمن اليد من طرطقي من هنا ها من هنا ناحيه ايدك هذه ها انت ما تحلش لك الدجاجه واخا تبقى طيب شتي غادي نسالك كنشدو كنتقبو من هنا تقبه هنا بحال الجلده اللي تحت الفخذ الجلده اللي تحت الفخذ كتوقيها وكتشديها بحال هكا شتي كتخرجي من الرجيله ها واضح شتي اها وديري الاخرى حتى هي بحال هكا صافي
هي دابا بيرفكتو ماما لا ماما هي دابا ها الاخرى حتى هي تيلي مصوبه يسطا ايوا الكوكوطا كوكوطا نقطعو بصيله نصوبوهم نقادوهم انا البصله مربعات زويتها باللية الدجاجتين هاكي ما تقليه ما والو هذا تحميه ما كتقليه ما والو كندير شويه الزيت البلديه حسب داك نص كاس تاع زيت البلديه ولا زيت الرومي اللي كان مال المغرب كيستعملوا بزاف هنا هنا الزيت البلدي ماشي قاصح بحال ديال المغرب صراحه راه والو هذا واخا هذا راه جايبه من المغرب انا بسم الله يا ربي هاتوا لي جونا هادو بجوج هنا ما غاديش يجيو مزاحمين بحال الطوبيس ولكن ماشي نو يجيو ندير المي خلي المي هادو هكا بحال هكا باش ما يخسروش صافي غنشلو هذا بالمطايب هاك هاك المهم الله ريحه العريس والله ما شهيتكم سمحوا لي اللي كتوحم سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لينا سمحوا لينا مسامحه ماما دارت كاس ما كاملش ديال الماء وغادي شويه ديال الربيع وزادت شويه ديال الحامض مصير في الجناب باش يطلق المذاق ديالو في المريقه دير مسكين جبير خضر باش ما نخزن عليكم حتى شي حاجه اسرارك عندي الوالده وعند الجميع ديك اختي راه تغلتك هنا غلتك ما درتش بزاف ديال الحوايج ايه عليك الغبيضه راه عليك صافي المطايب سدي ودابا السفن نقلها شويه لكن راه قيت قويله شفتها اللي كاين شكون فيها ماما وما تعرفني اختي ماكلشي الماركه تريا البنات الماركه ديال السفه نزويتها بالروميه كتشد المعالق برا انا حيت عندي ميزان هادوك خامسه الوالده كونه المهم عندكم ميزانكم غير باش تبسبس غير باش تبسبس دير تتلبس كامله باش تبسبس تلبس ما تقوليش تتبسبس سويسه لا تتبسبس بحال الحرشة الحرشة ملي كديريها في الزيت هي بقات كتبسبس فيها وهذه هو نفس الشيء حتى هي راه غير فيها الربيع ها ولكن عربي ما كانش مشكل كيدي من يدي الربيع هذاك الكرافس ولا المعدنوس اللي كنا كنقطعو فيه قولي صافي نخليو حتى على دابا نسمعو نعملوه فيها نخليو يفور خليو الفور الاولى خليوه الماء ما كديريش فيه عويده ديال القريفه شنو الماء ديال السفه الدجاج اللي تنديرو فيه عويده تاع قولي لنا العويده تاع القرفه في الدجاج عويده درناهم انا ما شفتهمش درناهم ياك هذاك الشيء كتدغلي فيا ما درتيش القرفه غبره في الدجاج لا اختي ويتك المهم عويدات ديال القرفه وصافي دابا نتسناو الماء يغلى ونحطو السفيفه بول بنات باش عرفوا السفاره دارت هي تتشوك شويه صافي تدخلوه شويه نديرو المليحة عارف المليحة أنا أسجل طالقة عليك السلوقية اليوم تتسجلي ديك الملحة نشتي بنينة هاد الروسة أنا مكنعرفش ليها الروسة الروسة صحية البنات هذيك الملح البيضاء راه ما خداميش حيت تجيني انا مسوقه قال الملح ما خداميش ولكن هذه بدا شويه صحيه كتكب عليها الماء المطيب ما كبوا عليه ما تخافوش منه ما كتشربش برك كتترطى ها
ديال الريفان صنع عليا. ساهله مهله البنات، بقاو تعذبوا مع السفره تفوروها 100,000 تفويره. انا صراحه كنستعمل على الطريقه ديال ماما، وهذه هي ما خزلنا عليكم حتى حاجه ياك ماما. شوفي انتي قولي واش خاصني شي حاجه. سري ما نقولو الحب، سري اختي ما نقولو الحب. انا علاش لا عادي، كاين مساكن مرتاحه، حنا رحنا كاملين بدينا، كاملين بدينا، كاملين نقلنا، كاملين يعني عادي جدا عادي، ما كاينش اللي كيتزاد. كثيرات اوروبا جينا صحار وبقينا كنتحرضوا فيها، الله يستر. جينا باقي ما كنعرفوش هادشي، ما كان لا يوتيوب لا والو. بصح ما كان حتى حاجه، ما كيوريك علاش يقولوا لك والو، ما كاينش شنو ما كاين. دابا السفه ولات عندها 100,000 طريقه في اليوتيوب. بزاف بزاف ما قبلش كنتو كلاو كتقيدوا داكشي كامل كلاو. شنو بحال كيف درت على العقل، على العقل ما كانت لا شهور حتى شهور، ماشي ما كانتش في التلفازه ملي جيت انا بعدا هنا لاوروبا. عسقيو بسم الله. هذاك الشيء تاع بكري اختي راه حياني حين كن بصح، كل لقيت الايام ترجع انهار انهار، رد فيا كاع داك الشيء اللي دوزت في هاد السنين مع الوالدين ومع نمشيو للعروبية ونمشيو لعند جدودنا ونمشيو الله يرحمهم والله يرحم جميع المسلمين يا رب العالمين، الله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين يا ربي. واه ماما واحد النهار عاودتي لي واحد القصة، قلتي لي في العروبية كان قبل ما كانش كيديرو، ما كانش كان ما كانش ما كانش الخضرة بزاف ولا اللحم، قلتي لي اللحم ولا الخضرة؟ كان اللحم على الخضرة، كان اللحم بزاف، كان اللحم بزاف والخضرة ماشي بزاف، كيتسوقو غير من الحد للحد العروبية، مولي العروبية طارت من السبت السبت ولا من الجمعة الجمعة كل سا ليبون السوق ديالو. وبحال جدة أم جدة الله يرحمها ياك كانت دير اش يقولوا لي هربت هربت. كنا كيديرو بزاف بزاف الوكتات، كانوا تيديرو في السوق فاش كنا صغار. لا كسكسو كانوا تيديرو لي كسكسو، كان تاع تاع الزرع، ما كانش هذا الشيء تاع دابا اللي ولاد الشيء، راه كان تاع كيديرو الزرع كيبغى كيديرو في القصرية ويديرو بحال هكا كسكسو يفورو، كنخليوها غير شي شوية هذيك ندير شوية تحسي بيها راسك راه دارت وصافي وطلعي فيها الفورة عاوتاني، كتحسي بيها راه شربت هذاك الماء فهمتي. شرباز شرباز خمسة دقائق ولا بحال هكا، باقي ما كملش خمسة دقائق حنا، والله دابا ثلاثة دقائق. شتي وحدة على وحدة متقطعوش منها كاع، تسقطر مزيان. اوكي ملي تسقطر مزيان غنعملو لها الزبدة. هيا غديرها هنايا غتسقطرها في الشبكة. مي امي لا عربي كان شبكة مالك واه عرفتي علاش ما كتخسرش؟ انت شوفي النشويات كلها ديالها كتصب هنا ها، شتي كلها النشويات ديالها كتصب هنا ها، تسقطها مزيان تعمل لها شويه زبيده وترجع الفرن الاخر صافي، وكتحطي كتعملي سكر كلاصي كتعملي حق ويلي خصنا نقليو الكاوكاو. علاش انا عزيز عليا بالكاوكاو؟ انا ما عزيزش عليا بلا كاوكاو، لا كاوكاو لا لوز. انا نورمالمون البنات تنديرو ندير لكم شي ناس ندير فيها الزبيب، وعزيز عليا بالكاوكاو الزبيب. شوف شتي دابا ها هي دابا وراه كاسي طايبه طايبه ها، غير تفوير اخرى يا اصلا هادشي دابا ها متساهلة ها، شتي متتعجل ما والو ما تخافوش منها كاع، ولكن الدريانة ننصحكم ديروا لاتيزيو معاها بركانة واقعة لي واحد النهار تعجنات لي واحد تعجينة ما عرفتش كيفاش. ولكن كتعجبني تاع الدرية بركان، كاينة الأخرى الماركة الأخرى هي الباكية زرقاء ما عرفتش سميتها داري
ممكن ولكن ما كتعجبنيش، كتجيني هذيك هذيك اللي تتفوريها 100,000 تفويره والو ما كتعجنش لك، ولكن كتجيني بحال بلاستيك انا صراحه. هذيك كتجيني شويه هشيشه تبقاش فيها الماء. اه صافي تصفرات. عرفت بدا اسمع باطا ما شفتش مشتك في حبيب الكلاج الريحه زعما عندها مراقي تما كلشي معلب. ما ادري درا بارده بزاف اصلا انا عارفه اني مانياتيك انا صراحه مره مره ندوز عليها جافيل قويتي الزبابيه الوليده لا اللي بغى داكشي صحي ما يدخلش لهاد الريسيط ها لا لا ممكن الزبده هذه الزبده الصحيه هذه تاع البقر هذه هذه ديال ناتورال هذه هذه ماشي زبده اخرى مغرغارينا وداكشي ماشي مغرغارين هذه زبده حيوانيه ماشي حتى ندير لك واحد ترا فاصحه في الثلاجه شي هذه الاولى ها اللقمه ديال السفت تاكلي فيه ما عرفتش 200 كالوري راه ما تجري اللي داير الريجيم لا 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 هو تيجي السفنه ما كانت فيها الزبيده وما كانش فيها ما كانش فيها سميتو ما كانش فيها هذاك السكر وداك الشيء ياكل يشرب على الشعر اللي يزيد عصر شوربه وبسلامه جديه هو يشرب يحط السكر فيها شويه ديال الملح يعمل على الشوربه مسكين وصافي ايوا اذا جاب لنا الله شي مر يعملوا على الشوربه بزابعة جغيمة الموت سلامة ايوا الله يشافي كل مريض الله يعافي ما يرحم كل ميت امين ها انت اللي كتعجن ما والو شدي راه حمار شتي ما كتعجن ما والو هذاك الصحه مهمه كتضلي تعبك شي فيها ها وحده وحده ها أكلة ديالي المفضله من بعد الرفيسه هي السفه ها انا راه ما درتش فيها الزبده دابا مرة كنا نتيه وتشوفي الزبده اللي غندير فيها انا لا 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 وثاني لا ضروري من الزبيده اه شي فرمي من هنا بزاف عاوتاني قول ما غاديش نقليو كاوكاو عندك عندي كاوكاو مجدي وكلشي تحطها هنا في الماء في الزيت بارد ها بصح قد يا ماما في الاول هي دارتو في دارتو في الزيت بارد سمحوا لي بوطه ديال المسخه ولكن هادشي اللي كاين مو طاحت عليه الشعري ديالها وطاحت عليا ما عنديش كيحسن يكون طيب كيوسخ ولكن كيجمع خصني نضرب على بشي حكه ماما قالت لي هي حطات قالت لي حطي الكاوكاو في الزيت بالما يسخن باسكو ملي كيكون الزيت سخون كتحط الكاوكاو كيتحمر من برا وكيبقى ما كيدخلش ليه داك المذاق لداخل الوغ هذا هو لو تخيك وصافي تلخر منك الكويكيوات السيفه هي كطيب الدجيجه راح ندخلنا من الفران الطغميره الدجيجه تا هما مكيمانش صايب واخيرا البنوتات جان الجوع سيلينا هاي الدجيجه المحمره الدغميره دارتها غير بالزيتون السفيفه جاي حطيناها باش مابقاوش نايضين غادي جايين سمحوا لي سمحوا لي كنت وحم سمحوا لي وصافي ودرنا معاه واحد العواسر ديال الليمون باش الله يلا يتهضم هادشي باسكو الليل
وصافي ديسير وصايي هادشي ما كان.